السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، عدنا والعودة بأحمد يا جماعة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين، والسعادة يكون بكم الطيبة. وعواشركم مبروكة، وعواشركم مبروكة، وعواشركم مبروكة. والله بلغنا رمضان لا فقيرين ولا مفقودين. من مكناس إخواني أخوات، من مكناس من حي الزهوة. إذن شكرا لكم إخواني أخوات، شكرا لكم الأولياء، شكرا لكم الناس الطيبين الناس العزاز، شكرا للناس داخل الوطن وخارج الوطن. عواشركم مبروكة، عواشركم مبروكة، عواشركم مبروكة. طريق أجدال يا إخواني أخوات، طريق أجدال يا إخواني أخوات. هناك أجدال في الرباط، وأيضا هناك أجدال في مكناس إخواني أخوات. إذن يبقى على اليمين طريق الأقداس بتاتا، ثم إلى حتى الهديم، وإحنا سنأخذ الطريق على الشمال إلى حي الزيتون، حي الطلبة، حي الرفاق، حي الجامعات. يا الزيتون يا الزيتون، سمي حي الزيتون في مدينة مكناس لأن آنذاك كانت منطقة كلها أشجار الزيتون. أوكي 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 اوكي يا شريفة، وانت داخل اذن على اليمين يبقى أجدال يا اخواني اخوات والقصبة، وعلى الشمال يبقى مربط الخيول. هذا ما يسمى بمربط الخيول إخواني أخوات. هناك بوابة من هنا، وهناك بوابة أخرى في حي الزيتون. حي الزيتون إخواني أخوات، حي الطلبة، حي الرفاق، حي الجامعات، حي الشباب. إذا يبقى على اليمين هناك البسنة، هناك مدرسة الطبوغرافيات ومشاري الصغاني، وأيضا هناك على اليمين شقق استفاد منها أفراد الفورس أرمي آل ويار. هذه الأكاديمية إخواني أخوات، ما تسمى بالأكاديمية بمدينة مكناس. من هنا تبتدي حتى هذه أكاديمية إخواني أخوات، من هنا تتخرج ضباط إخواني أخوات، من هنا يتخرج الضباط والضباط. إذن وصولنا إلى حي الزيتون، حي الرفاق، حي الطلبة، حي الجامعات. دائما نشاهد ونشاهد الأفارقة، أينما وصلت إلى رومبوان نشاهد الأفارقة.
ابن السبيل، هذا ما يسمى إخواني أخوات ابن السبيل. اللهم يا رب، اللهم سخر لهم. اعتذر اعتذر اعتذر. اوكي هذا هما اخواني اخوات ابن السبيل. دائما دائما ما شاهدت وما وجدت على استطاعتي فاعمل الخير وسياتيك الخير من حيث لا تحتسي. هذا هو حي الزيتون اخواني اخوات، حي الطلبه، حي الرفاق، حي الجامعات. إذن إخواني أخوات، ما تبقى أن نقول لكم مع السلامة، ونلتقي مرة ثانية إن شاء الله في فيديو آخر، في منطقة أخرى، في حي آخر، في آخر. عواشركم مبروكة، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. حي الزيتون إخواني أخوات. مع السلامة.